السلام عليكم. الحصة ديال اليوم إن شاء الله حصة مصورة حول درس تحت عنوان الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. Le produit scalaire dans l'espace et ses applications. كيفما كتلاحظوا فقرات الدرس غتكون إن شاء الله ست فقرات. الفقرة الأولى تعريف الجداء السلمي في الفضاء. الفقرة الثانية الصيغة التحليلية للجداء السلمي في الفضاء. الفقرة الثالثة معادلة مستوى في الفضاء. الرابعة الفلكة. والفقرة الخامسة تقاطع فلكة ومستقيم في الفضاء. وأخيرا الفقرة السادسة تقاطع فلكة ومستوى في الفضاء. إذن نبدأ على بركة الله. الفقرة الأولى تعريف الجداء السلمي في الفضاء. إذن تعريف إذن سنأخذ متجهتين U و V في الفضاء. إذا بطبيعة الحال سبق لكم شفتوا متجهات الفضاء. إذا نستغل ذاك الدرس الفارض وننطلق لتعريف الجداء السلمي. إذا توجد ثلاث نقط A و B و C في الفضاء بحيث U تساوي AB و في المتجهة في تساوي المتجهة السي. إذن الفقرة الأولى إن شاء الله أولا تعريف الجداء السلمي في الفضاء. سنبدأ بتعريف. إذن سنأخذ متجهتين U و في في الفضاء. كما نعلم توجد ثلاث نقاط A و B و C في الفضاء بحيث أو تحقق متجهة U تساوي المتجهة AB والمتجهة V تساوي المتجهة السي. إذن يوجد مستوى على الأقل يوجد مستوى P في الفضاء على الأقل يمر من النقط A و B و C. إذن المسألة معروفة عند تلاميذ. إذن يوجد مستوى بي سيمر من النقاط A و B و C. إذن سنعرف كما يلي: الجداء السلمي للمتجهتين U و V في الفضاء يساوي أو هو العدد الحقيقي U متجه U نقطة V ونقرأ U سلم V كما في المستوى والذي يساوي الجداء السلمي متجه AB سلم AC في المستوى P. إذن أنا سنعتمد على تعريف اللي كنت درسته في السنة الفارطة في جدع مشترك. سبق لكم شفتوا الجداء السلمي في مستوى. إذن سنعمل في المستوى P. النقاط الثلاث A و B و C توجد الآن في مستوى. إذن سنعرف إذن نعلم كيف نحسب الجداء السلمي لـ AB المتجه AB المتجه AC في المستوى B. إذن ذاك النتيجة هي اللي غتكون كتساوي الجداء السلمي في الفضاء للمتجهتين U و V. إذن سنستغل هذا التعريف في الملاحظة التالية. إذن إذا كان تعريف الجداء السلمي في الفضاء بهذا الشكل هذا بمعنى الخاصيات
ديال الجدة السلمي في المستوى تبقى صحيحة أو صالحة في الفضاء. إذن نكتبها كملاحظة، جميع خاصيات الجدة السلمي. إذن نستغل هذا التعريف في ملاحظة تالية، جميع خاصيات الجدة السلمي في المستوى تبقى صحيحة في الفضاء. إذن من بين هذه الخاصيات اللي كما كنعرفوا مثلا التماثلية. إذن سنلخص نيت هذه الخاصيات في هذه الفقرة التالية، خاصيات. إذن سنأخذ U و V متجهتان في الفضاء، وألفا عدد حقيقي. إذن الخاصية الأولى U سلمي V تساوي V سلمي U. وهذه الخاصية اللي كنعبروا عليها بالقول ديالنا أن الجدة السلمي تماثلي، إذن الفرنسية نقول سيميتريك. بين قوسين الجدة السلمي تماثلي. إذن الخاصية الثانية ألفا U يعني جدار المتجهة U والعدد الحقيقي ألفا سلمي المتجهة V يساوي ألفا مضروب في الجدار السلمي U سلمي V. الخاصية الثالثة U سلمي V زائد دبل V. إذن يساوي U سلمي V زائد U سلمي دبل V. إذن هنا متجهة دبل V بطبيعة الحال هي متجهة أخرى في الفضاء. دبل V متجهة في الفضاء. إذا نعبر بالقول ديالنا في الخاصية الثانية والثالثة، نقول إن الجدة السلمي خطان. إذا الجدة السلمي خطان. أو بلينيار بالفرنسية. إذا نمر إلى خاصية أخرى، إذا والتي تقول إذا دائما اعتمادا على التعريف ديالنا، إذا يمكن أن نضع الخاصية التالية U سلمي V يساوي منظم عدد حقيقي مضروب في منظم المتجهة V مضروب في كوسينوس الزاوية محددة بالمتجهتين U و V. هنا بطبيعة الحال يجب ملاحظة أو الانتباه أن U هي متجهة غير منعدمة و V أيضا متجهة غير منعدمة. إذن هكذا كنا عرفنا الجدة السلمي أو في المستوى. إذا ماذا قلنا أن الخاصية تبقى صحيحة، خاصية في المستوى تبقى صحيحة في الفضاء. إذا يمكن أن نضع هذه الخاصية إي سلمي في تساوي المنظم في المنظم في كوسينوس الزاوية المحددة بالمتجهتين إي و في. إذا خاصية أخرى، إذا كتلاحظوا إذا كان المتجهتان إي و في متعامدتان، يعني الزاوية المحددة بالمتجهتين أو في تساوي بي على جوج أو 90 درجة، بمعنى
كوسينوس الزاوية غادي يساوي صفر، وبالتالي الجدا السلمي سينعدم أيضا. إذا يمكن كتابة هذه الخاصية كما يلي: إي سلمي في منعدم إذا وافقت، إذا كان المتجهتان إي وفي متعامدتان. وسنستغل هذه الخاصية فيما بعد إن شاء الله للبرهان مثلا على تعامد مستقيمين. إذن خاصية أخرى يمكن أن نذكر خاصية مشهورة أن U منضم U زائد V، ويجب التنبيه هنا حد فئة كثيرة من التلاميذ كيوضع أن منضم مجموع يساوي مجموع المنضمين، وهذا خطأ شائع عند التلاميذ. الصحيح هو أن منضم مجموع متجهتين هو أصغر أو يساوي مجموع المنضمين. هذه الخاصية اللي كنعبر عليها في الرياضيات بمتفاوتة المثلثية. إذن لحساب المنضم المجموع يمكن اتباع شيء آخر، هذا الشيء هو كالتالي: إلى حاولنا نحسبه U سلمي U ماذا سيعطينا؟ U سلمي U إلى اعتمدنا على هذه الخاصية U سلمي V تساوي المنضم في المنضم في كوسينوس الزاوية المحصورة بالمتجهتين، إذن سيساوي المنضم في المنضم يعني المنضم مربع، والزاوية بين U و U هي زاوية منعدمة، إذا كوسينوس ديالها غادي يساوي واحد. إذا كنلقاو هذه الخاصية التالية: U سلمي U تساوي المنضم مربع. إذا هذا العدد كيتسمى المربع السلمي، هذا العدد يسمى المربع السلمي ورمزه كنكتبوها كـ U متجه U مربع أس 2. إذن هذا غير ترميز. إذن عندما نلاحظ U متجه U أس 2 أو مربع، ماذا نقصد بها؟ U سلمي U، واللي كيساوي أيضا منضم U أس 2. إذن غنشوفوا مثال نحاولوا نطبقوا في هذه الخاصيات ديالنا، ومن بعد نمر الى تمرين تطبيقي ان شاء الله. اذا المثال سناخذ متوازي مستطيلات ABCDEFGH، متوازي المستطيلات. إذن حيث سنأخذ أطوال الأبعاد ديالو، إذن المسافة AB تساوي واحد، المسافة AD تساوي جذر ثلاثة، المسافة AE تساوي جذر اثنان. وإذا من خلال هذا الشكل سنحسب بعض الجداءات السلمية. إذا نأخذ الشكل في هذه السبورة أو النصف الثاني، إذا سنرسم متوازي مستطيلات كما يلي: إذا هذه الواجهة الأمامية على شكل مستطيل كما كتلاحظوا، هذا الجانب الأيمن ديال هذا متوازي المستطيلات، الوجه الخلفي إذا عندي هاد الضلعين ما كيبانوش، إذا النقط متقطعة، والقاعدة اللي عندي هنا في الشكل حتى الضلع إذا غير واضح، يعني هذا الوجه الأمامي لا يسمح بظهور الوجه أو هذه الأضلاع
ثلاثة تحت الوجه الأول السطح ديال متوازل مستطيلات. إذا نسمي الوجه الأمامي مثلا A B C D. إذا وفي نفس الترتيب نأخذ تسمية ديال الوجه اللي في الخلف A B C D E F G H كما يلي. إذا هذا متوازي مستطيلات، عندي A B تساوي واحد، A D تساوي جذر ثلاثة، و A E المسافة A E تساوي جذر اثنان. إذا سنحسب مثلا A B سلمي E G. إذا ماذا نلاحظ؟ إذا إلا لاحظنا في هذا الشكل المتجهة AB ها هي، المتجهة OG اللي جات في المستطيل اللي في الخلف OG كما يلي هي هادي. إذا حسب التعريف إذا خصنا نرجع نرسم المتجهتين في واحد المستوى معين. يمكن لي نختار مثلا نقل المتجه، نشوف متجهة أخرى تساوي المتجهة OG مع اعتبار المتجهة AB باش نكون في نفس المستوى. إذن إلا لاحظنا جيدا المتجهة OG تساوي المتجهة AC. إذا يمكن تعويض OG بمتجهة AC. إذن الآن ماذا تلاحظون؟ إذن أصبحنا كنخدموا في مستوى ABC. أين توجد النقط الثلاث؟ ABC توجد في المستوى ABC لا ABD. إذن عنده عدة تسميات. إذن في هذا المستوى إلا خدمنا في هذا المستوى نساو دابا الفضاء. إذن المستوى ABC ما قيمة الجدار السلمي AB سلمي AC؟ إذن هي AB مسافة AB حسب سنة الفارطة في المسافة AC في كوسينوس الزاوية بين AB و AC. إذن إلا زدتها نفس الشكل إذن الضلع غيكون واضح ماشي بنقط متقطعة. إذن الزاوية هي هادي AB AC. إذن في كوسينوس الزاوية AB AC نضيفها إذن غنتسائلوا ما AB يمكن لنا عندي حسب المعطيات AB كتساوي واحد، AC يمكن حسابها بفيثاغورس لأن كنعلم الضلع AB ونعلم الضلع AD مثلا، وكوسينوس إذا كوسينوس أنا غنحسبه من خلال الشكل كوسينوس الزاوية AB AC ولا الزاوية BAC. إذا هي الضلع المحاذي على الوتر. إذن يمكن حساب أو تكملة الحساب كما يلي دون اللجوء إلى حساب القطر AC في المستطيل ABCD. إذن كوسينوس BAC إذن المحاذي هو AB، كوسينوس BAC المحاذي AB على الوتر، الوتر هو AC. إذن ماذا يبقى لدينا؟ اختزال BAC يبقى لدينا AB مربع. علما أن AB تساوي واحد إذن النتيجة هي واحد. إذن هكذا نحسب جداء سلمي AB سلمي OG مثلا. إذن مثال آخر دائما في نفس الشكل سنحسب جداء سلمي آخر مثلا AD سلمي AD. إذا كتلاحظوا أن عندي المتجهتان متساويتان. إذا يمكن تطبيق هذه الخاصية هذه U سلمي U تساوي المنظم أس 2. إذا هي المسافة AD أس 2 وعندي المسافة AD إذا نجد النتيجة 3. إذا هذا مثال آخر في هذا الشكل. مثال ثالث يمكن اعتبار عدة متجهات لحساب جداءات سلمية. أخذ مثلا AB سلمي EH
إذن دائما حسب التعريف سنرجع إلى مستوى. إذن نلاحظ ماذا؟ إذن المتجهة AB المتجهة EH تساوي المتجهة AD، لأن إلا خدمت في هذا المستوى يعني في القاعدة ديال متوازي المستطيلات عندي AEHD هو مستطيل، إذن المتجهة EH تساوي المتجهة AD، إذن يمكن تعويض EH بAD. إذن أصبحت كنعمل في المستوى ABD، ABD يعني الوجه الأمامي ديال متوازي المستطيلات. إذن ماذا نلاحظ؟ الزاوية أو المتجهتان متعامدتان، إذن النتيجة هي صفر. إذن ككونو طبقنا بهذه الخاصية هذه U سلم في كيساوي صفر إذا كانوا متجهتان متعامدتان. إذن A بسلم AD يساوي المتجهة صفر. إذن ناخذ مثال آخر، مثلا دي أ سلم اف جي، إذن دي متجهة دي أ هي هذه ومتجهة اف جي. إذن ماذا يمكن أن نلاحظ؟ المتجهات دي أ دائما في القاعدة ديال المتوازي القاعدة اللي هي مستطيل دي أ تساوي المتجهة اش أو، إذن أعوضها بأش أو. و اف جي اف جي تساوي أو اش، عندي عدة طرق باش يمكن لي نحسب هذا الجدار السلمي، يا إما اش أو اللي هي المتجهة اش أو هي أيضا المتجهة جي اف، إذن دير هذه أفضل اش أو ولا دي أ، إذن عندي دي أ تساوي اش أو و اش أو هي جي اف، إذن ناخذ جي اف أفضل اف جي. لماذا نلاحظ؟ نجد متجهتين إحداهما تساوي مقابل الأخرى. إذن إذا طبقنا التعريف للجدار السلمي، إذن أنا عندي متجهتان هذه النقط اف جي، عندي نقطتين. إذن المستوى اللي نعمل فيه هنا باش نحسب الجدار السلمي كاين عدة مستويات، لذلك في التعريف قلنا يوجد على الأقل مستوى في الفضاء. يمكن نخدم أنا في المستوى الخلفي ولا في السطح ديال متوازي المستطيلات. إذن اف جي جي اف، إذن نطبق التعريف، إذن المسافة في المسافة نجد يعني جي اف مربع، الزاوية بين جي اف و اف جي إذا كتلاحظوا عندهم منحيان متعاكسان جي اف اف جي، إذن الزاوية هي 180 درجة أو كوسينس بي. إذن نجد كوسينس بي نعلم أنه يساوي ناقص واحد، إذن نجد جي اف أس 2، إذن جي اف هي أدي مسافة جي اف تساوي المسافة أدي، إذن نجد ناقص 3. إذا كتلاحظوا في هذا المثال عندي جدار سلمي سالب، ممكن ماشي مشكل، جدار سلمي قلنا هو عدد حقيقي يحتمل أن يكون موجب ويحتمل أن يكون منعدم كما يحتمل أن يكون سالب. إذن هذو أمثلة كتعطيني كيف نحسب جدار سلمي في الفضاء. إذن بعد ما استوعبنا شنو هو الجدار السلمي في الفضاء وبعض الخاصيات ديالو، إذن سنأخذ تمرين تطبيقي. إذن نكتبه في هذا الجانب هذا اللي غادي نسميه تمرين تطبيقي واحد. إذن نعطيكم نص الأسئلة ديالو. إذن سنأخذ رباعي أوجه منتظم، غادي نسميوه ABCD، ABCD رباعي أوجه منتظم
بحيث إذا سنرمز للطول أحد الأحرف ديالو أو الأضلاع ديالو بألفا. إذا مثلا أ ب تساوي ألفا. إذا رباعي أوجه كيف التسمية ديالو، إذا عنده أربعة أوجه وهو منتظم، يعني جميع الأضلاع ديالو متقايسة. إذا غادي يكون الشكل على شكل هرم بقاعدة على شكل مثلث كما يلي: ا ب س د. إذا المنتظم، أعيد، منتظم يعني الأضلاع كلها متقايسة، يعني المثلثات أو الأوجه كلها مثلثات متساوية الأضلاع. إذا أ ب تساوي ألفا، أ س ألفا، أ د ألفا، ب د ألفا، ب س ألفا، و س د يساوي ألفا. إذا سنأخذ منتصفي القطعتين. إذا قبل ذلك سنحسب ألف، أحسب الجدائين السلميين. إذا الجداء السلمي الأول هو AB سلمي CA، والجداء الثاني AB سلمي AD. إذا سنحسب هذان الجدائين بدلالة العدد ألفا، بدلالة العدد ألفا. إذن باء، إذن سنستغل هذا الحساب للبرهان على أن الضلعين AB و CD ضلع، أو المستقيمين AB و CD، AB و CD، وهما مستقيمان غير مستوائيين. إذن إلا حاولتوا تتخيلوا الشكل، إذن عندي مستقيم، إذا عندنا المستقيم AB، إلا تخيلنا الشكل، إذا الرأس A ديال الهرم أو ديال رباعي الأوجه، وعندي الضلع CD، إذا الشكل هكا جاي، إذا AB، مستقيم AB والمستقيم CD، هما مستقيمان غير مستوائيين، ولكن كنتكلموا على التعامد واخا غير مستوائيين، حسب تعريف التعامد الجدار المشترك، إذا خاصك ترسم مستقيم كيوازي هذا ويقطع المستقيم الآخر، ستجد زاوية قائمة. إذا لقيت زاوية قائمة نقول إن المستقيمين أيضا متعامدان. إذا سنبرهن على هذه المسألة هذه باستعمال الجداء السلمي، غيكون تمرين تطبيقي غتحاولوا تفكروا فيه حتى الحصة أخرى إن شاء الله ونعطيو الحل ديالو. إذا استنتج أن أبي مستقيم أبي والمستقيم CD متعامدان. إذا هذا تمرين تطبيقي، حاولوا تفكروا فيه. إذا تحاولوا توقفوا الفيديو وتخدموا التمرين مدة 15 دقيقة 10 دقائق، المهم تحاولوا معه جيدا. إذا يكون كتطبيق أول كيوضح لنا الأهمية ديال الجداء السلمي.